ان شاء الله ننتقيو 20 شاب بالمناصفة 10 بلاد 10 ولاد، بعد ما كانوا سجلوا 1700 شاب على مستوى ولاية الجزائر. انتقينا كل بلدية اثنين، خيرنا طفلة طفل بلديات 57 بلدية، يعني 114 شاب وشابة. لليوم ان شاء الله راح منهم نخرجوا 20 شاب وشابة، دونك 10 بنات و10 ولاد، اللي راح يمثلوا ولاية الجزائر على مستوى المجلس الأعلى للشباب.